هاد الفيديو بغيت نديرو لكم باش نوريكم بان redbubble.com كموقع راه فيه الفلوس. الناس اللي كيعرفوا يخدموا في الموقع راه كاين ميدر redbubble فيه المبيعات، سوف خصكم تعرفوا تسوقوا المنتوجات ديالكم بالطرق اللي وريتكم، منهم الطريقه ديال بينتريست اللي هضرت عليها بامال دو فوا بليزيور فوا. بحال هنايا كما كتشوفوا عندنا لي ريزولتا راه بزاف، راه فريمون بزاف. شوفوا معايا ستيكرز، نورمالمون نتوما عارفين redbubble ستيكرز الارباح فيهم نورمالمون قليله، علاش؟ لان الثمن ديال ستيكر ماشي بحال الثمن ديال تيشيرت. وكنت سبقت وقلت لكم كاين واحد السيد مثلا في يوتيوب راه معروف اجنبي اللي دخل 5000 دولار في ستيكر ديزاين في redbubble عن طريق ستيكر ديزاين، واحد اللي صايبو عن زعما غير تكست اللي ما خصش عليه حتى 3 ثواني باش يصايب ديزاين ديالو، متفقين؟ وقدر انه يربح به 5000 دولار، 5 مليون مغربيه. دونك هنا اللي بغيت نقول لكم بان خص غير واحد يخدم ويبارطاجي المسائل ديالو في بينتريست، يخدم في السوشيال ميديا، يدير زعما يقلب على الانجيجمنت مع الناس ايتترا. ما تعرفوش شكون غيبارطاجي، ما تعرفوش الكيوردز اللي غتستعملوا شنو غيلعبوا الدور ديالهم، يعني سي دو سويت. بحال هنا لاحظوا معايا هذا ميك يور سيلف براود، تبارطاجا في بينتريست نهار 19 ماي 2020. دابا حنا لو 5 جوان، حنا تا ميم با 15 يوم تقريبا. تخيلوا معايا 2000 ديال البارطاج، معناتها ديال السيفز اللي داروا لهاد البين هذا في بينتريست، 2000، معناتها بحال اللي تقول تبارطاجات 2000 مره في فيسبوك. دونك اوتوماتيكمون تبع بزاف ديال المرات في redbubble، علاش؟ ان اللين كيدي ديريكتومون للredbubble برودكت بيج. داكور، كذلك هذا ايس كريم، سانرايز، فلاورز. دونك فوال الكيوردز اللي كنهضر عليهم، ستيكر، دانسين كوين، انسي دو سويت. 1000 بارطاج، 1000، 2000، 1000، جود فايبس 1000، فرانس 1000، فهمتوا؟ جون فامون كاين ميتر موجود للمسائل نفس القضيه بالنسبه للتيشيرت ديزاين. اي واحد ثقوا بيا، اي واحد مازال ما راهش كيستعمل بينتريست باش يبارطاجي المسائل ديالو ايتترا، ثقوا بيا راه كيضيع بزاف ديال الوقت، كيضيع بزاف ديال المبيعات. داكشي علاش ما كيجيوش المبيعات. ما تحاولوش ديروا زعما تعولوا على الاورجانيك ترافيك من عند redbubble بوحدو، حاولوا بارطاجيو في بينتريست لان مهم بزاف. ومن هذا المنبر كنصح اي واحد ما شافش الفيديو ديال بينتريست اللي درت في يوتيوب يمشي يتفرج فيها، راني شرحت فيها الطريقه من فتح الحساب حتى البارطاج كيفاش كيتم. وكنتمنى هذا الفيديو تكون ابديت بارابور ا سا. الناس اللي مازال ما بداوش هذه الطريقه هذه ديال بينتريست يبداو فيها، راه حد مازال. لان تخيلوا معايا انستغرام، ناخذوه كمثال، انستغرام فاش خرج نورمالمون في الايامات الاولى مازال عاقل، كان الناس كيديروا الهاشتاغز، كيخدموا بلي هاشتاغز في لي بوست ديالهم. نتوما عاقلين بان اون فوا كتستعمل هاشتاغ ما كانش المنافسه فيهم، معناتها اون فوا كانوا كيديروا هاشتاغ كان كيجيب لهم بزاف ديال لي لايك، بزاف ديال لي فولو، بزاف ديال لي فولورز بلوتو، اي بزاف ديال الحاجات بارابور انجيجمنت. ولكن حاليا دابا كثرات فيه المنافسه، اون فوا غادي تمشيو تستعملوا لي هاشتاغ خاصكم تلقاو لي هاشتاغ ديجا اللي ما فيهمش منافسه. داكشي علاش تخلقوا دي سيت اللي كيعطيو لي هاشتاغ ما فيهمش منافسه وكتخلص عليهم باش كيمكن لك تلقاهم. كذلك نفس القضيه غادي توقع بالنسبه لبينتريست، غتوقع بالنسبه لاي سوشيال ميديا اللي تفتحها جديد. دونك بينتريست كذلك دابا ما كاينش فيه المنافسه كيف ما كتشوفوا. كتدخلوا اون فوا كتحطوا اللعيبات ديالكم في بينتريست كيطلع ترافيك، راه من القدام ما غاديش يبقى هذا البلان، معناتها اللي سبق راه سبق، اللي دخل لي فولورز في بينتريست راه دخلهم، واللي ما دخلهمش غادي يخصو ديك الساعه عاوتاني يقلب على شي حاجات اللي ما فيهمش المنافسه، وغادي يستغرق الوقت بزاف باش يطلع البروفايل ديالو في الموقع ديال بينتريست. هادشي علاش كنصحكم بداو دابا.